بوريكم اللوك الأسطوري، وأتمنى تكون رأيكم من غير مجاملات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت لكم مقطع جديد مع ردد أونلاين. بالمقطع هذا سويت طلبات المتابعين، واحد طلب مني إني أبدل ملابسي، واحد طلب مني إني أشتري سلاح جديد، وإن شاء الله بخصص يوم بالأسبوع أسوي فيه طلباتكم. وقبل ما نبدأ لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، ويلا نبدأ. اليوم يا شباب بسوي نيو لوك كامل لشخصيتي، ابي ابدل ملابسه، ابي اغير تسريحه الشعر، وابي اغير اللحيه، وممكن اودي بضاعه للتاجر بعد. فخلونا نروح اول شيء لمحل الملابس. صدقني لابس لبس جون، وجون لبسه غالي شوي، ففي واحد من المتابعين قال ايش رايكم لو بدر يغير ملابسه، فقلت ليش لا؟ مثلث. الحين بختار لبس ان شاء الله يعجبكم، طبعا انا بالفالنتاين اي اصوات تسمعونها طلق ذبح فشيء طبيعي يعتبر. خلوني اختار اول شيء البنطلون طبعا علشان نركب عليه. نزل تحت اختيار مربع، اوكي هذا اول واحد. لا بختار شيء جديد. هذا شاري من قبل، هذا عندي. لا 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 لا، ممكن من النوعية هذه. هذه النوعية شكلها حلوة، هذا عندي بعد بس لونه مو حلو صراحة يعني. لا اطلع، اشوف النوعية هذه. ممكن هذا يا شباب حلو، ممكن هذا اركب عليه. نختار اسود طبعا، نجيب واحد ب 102 دولار. نطلع نروح نختار الحين الكوت اللي في سار، وننزل. لا 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 لا، طبعا دق التليفون حده مو وقته. نختار الشيرت عشان نركب حبه حبه. حلو. لا if you can afford high class go for it I say. ممكن هذا لان هذا راح يكون داخلي. طبعا في واحد من الشباب جون علي بس انا مشغول قاعد اسوي اوتفيت جديد، معلش. حلو نجيب هذا. وين اخوي؟ لا تون شايفه الحين. Feller was telling me the daughter at Emerald Ranch don't leave the house no more. هذا ها؟ Been locked in up there for a couple years now. هذا خلينا نشوف الالوان. حلو يكون ابيض لانه بالاساس راح اخليه داخلي، فهو عندي يعني ما راح اخسر شيء. نطلع نروح نختار الكوت، بعدين عاد ممكن ابدل التيشيرت عادي او الشيرت. نختار. حلو الحين نزل تحت، نبدا من البدايه. لا هذا عندي من قبل طبعا ما راح اختاره. والله ممكن هذا يا شباب، شوف اللون والله الاحمر حلو عندي بس ما لبسته. ها شريته بس ما لبسته. والله هذا خطير، والله اللون هذا خطير. احب البنفسجي الفاتح. حلو ممكن هذا. Miss Hardshaw the seamstress passed away. Don't know who's gonna mend my things now. لا لا خلينا نشوف هذا. حلو. لا في هذا اللي عليه علامة حمراء معناته مجاني، الحين نشوفه. Be
People have been talking about a curse in Valentine as long as I can remember. Some reckon this was Indian land once, but I ain't sure. أوف يا اللون. أوف يا اللون هذا خطير والله. دخل خدمة هذا. هذا راح يدش خدمة طبعا. عرفت مكانه. لا. هذا مجاني واضافوه في اخر التحديث شايفينه. اول ما تختار اللون اللي تبيه فانا اخترت هذا. ممكن هذا يصلح حق شخصية البنت بس انا اخترت هذا. اوف اوف. حلو بس ما يركب على البنطلون اللي معاي. لا ارجع 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 ارجع. I had an old lady shoplifting here the other day. Can you believe that? هذا بختار الاحمر. والله شكله قوي يا شباب. بس مو راكب على البنطلون اللي معاي صراحة. فخلنا نرجع. نروح للبيت وأنزل تحت وأختار وأصعد فوق. If you can afford high class, go for it. حسب الألوان هذه. لا 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 مو لهالدرجة. هذا قوي جيبه. الأسود قوي. اطلع اطلع. نختار الهات طاقية. دقيقة بس دقيقة خلنا ناخذ من البرل. هذا البرل لازم يكون معاي. ماي يا جماعة ماي ضروري. بسم الله. الحمد لله. الحين اختار الهيت. Ain't no point in being cheap, huh? لا لا لا. ممكن هذه ممكن. خشف الألوان. والله ممكن هذه. دخل الخدمة اسمها وورن. وورن فلات. Prices are as listed. I don't negotiate. يفوز. دخل الخدمة. الورن فلات وهذه. البارتلي. خشف الوان هذه. لا مخطط ما أبي. هذه عندي. Feller was telling me the daughter at Emerald Ranch don't leave the house no more. Been locked in up there for a couple years now. هذه عندي. اللي مسا ما كانت عندي هذه. لا والله عندي الخضرة. بس البيضة حلوة. والله البيضة حلوة. ممكن البيضة بس ليش ذهب؟ ما عندي ذهب والله. لا 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 حلو والله بس أحس إنه أوفر. My pa got killed in this here store when I was a boy. والله كثار ها. خشف الألوان. والله ممكن هذه صراحة. أحب القصة هذه. الحين رجعت. جيب هذه هذه خلاص رسمي رسمي رسمي. جيبها ب 108. حلو. الحين أطلع وأختار. تكرمون الشوز. بعدها الجلوفز. البوتس. نروح للبوتس البوتس البوتس. طبعا بعض اللبس تشوفه هني مو حلو بس اذا طلعت يكون خطير. Got your eye on some quality, huh?
نشوف الألوان. بس لون واحد ليش؟ The smell of sheep shit in this town never goes away. ما عجبني شيء لحد الآن. لازم إني أركز. لا. بالذهب أوف. بس عندي. ممكن أختاره. My pa got killed in this في here store هذا صح. when I was a boy. هذا عندي والله شكله قوي. You need anything, let me know. بختار هذا، هو عندي من قبل بالذهب، فأشوف أراكب صراحة. حلو أطلع وأروح الحين أخذ لي جلافز. خلينا نشوف هذه شنو، ما انتبهت لها. ما أحتاجها، لا ما أحتاجها. الحين ناخذ الاكسسوارات. نروح للشابس. يا اخي ركب عليه ممكن يضبط. لا 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 ما عجبني والله. اطلع جلافز. بعد عن اي شيء بالذهب. Those go pretty fast. اخ بس بالذهب يا جماعة. هذا ممكن اشتري لانه ما ادري عجبني. مجبور اخاك لا بطل. مجبور اخاك لا بطل. بوريكم شكله. شنو عندي بعد؟ خلنا نشوف الربطات هذه. اوف 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 اوف. تفوز ها؟ تفوز ها؟ اوف يا جماعة يستاهل والله يستاهل بالذهب. مجبور اخاك لا بطل. Enjoy. حلو الحين اطلع. الحين خلصت، باقي شنو؟ باقي قصة الشعر. يا جماعة الأخير، يا جماعة الأخير. قسما بالله اللون خطير والله يا جماعة، اللون خطير. يعني هو ذوقي أوكي ولازم إني أمدح، بس أتمنى تعطوني رأيكم. أتمنى تعطوني رأيكم. خلنا نشوفه بالإضاءة. والله يا جماعة أسطوري. خلنا نغير قصة الشعر. بخلي شعره أسود طبعا، بس خلينا نشوف شنو عندي. بخلي شعره عشان ممكن إني أشيل الكاب. بشوف اللون الأسود على هذا. خلينا نشتريه وأطلع. Gentleman the other week had such filth in his hair as I've never seen. Had to wash my hands in vinegar afterwards. ممكن خلي لحيته كثيفة شوي.
البشرة تعبانة ها؟ والله هذه حلوة صراحة، شكلها نفس اللي عندي. شوف شكله. والله يا جماعة خطير. والله خطير. والله خطير، شوفوا هو قاعد معطيني ظهره. خطير خطير. بس طبعا الجو ليل. والله يا جماعة خطير، أنا حبيت. أعطوني رأيكم بالكومنت، من 10، 5 من 10، 6 من 10، 0 من 10. بس مثل ما انتم شايفين خلوه يطلع النهار واوريكم اياه بصورة واضحة. رجعت لكم بالنهار وفي افضل مكان في ريد ديد اونلاين. يا جماعة المكان هذا يفتح النفس. بس غيرت اللحية، ترى اللحية الأولى ما عجبتني، بوريكم اللوك الأسطوري. وأتمنى تعطوني رأيكم من غير مجاملات. طبعا من 10، 5 من 10، 6 من 10. أنا روحي رياضية، لو تقول لي سالب 10 أقولك عادي ما في مشكلة، بس تعطيني رأيك. شوفوا خلينا نقربه شوي بعد. اوف 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 اوف، المشية 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 نار. بس طبعا هو معطيك ظهره شيء خرافي. فاتمنى تعطوني رايكم بالكومنت، ونروح نشوف لنا شيء ثاني ممكن اوصل بضاعة التاجر. والله التاجر يا جماعة ساحب عليه من زمان، فما هم من طبعي يعني. التاجر غدرني بالبدايات وساعدني، فما يصير نسحب عليه، لازم نودي له بضاعة كل شهر مرة، بالشهر مرة. ها في حيوان اسطوري، في حيوان اسطوري يا شباب طلع لي. والله حلو هذا هو. تعال يا كثر ما القاك، تعال تعال. لا 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 بقتله، بس ما احتاجه، تصدقون ما احتاجه. خلنا ناخذ عينه منه. خلنا نخدره رغم اني ما احتاجه، ايش كثر ما حصله. ننتظر بس يتخدر. لو تلاحظون مقطع امس او اول امس حصلته وخذيت منه عينه، وباخذ منه عينه بعد نعطيها للبنت هارت عشان ما تزعل علينا، لان دايم اسحب عليها انا معروف. ما اقدر اسوي له ريفايف ولا اقدر؟ اقدر. لا اقدر. لا تكفى ما شريت الريفايف. حلو خلي خلي يستريح يا شباب. اول شيء انا تعمدت انه يجي الليل مثل ما انتم شايفين، الدنيا ليلت على قولتهم، والقمر ما شاء الله منور. واحب اخذ رايكم، شنو افضل شيء عندك في ريد ديد، النهار ولا الليل، او وين تستمتع اكثر؟ حلو، الحين بعطيكم التحديات اليوميه اللي حق اليوم. على ما ينزل المقطع اكيد راح تكون متغيره، بس تاخذون فكره بسيطه عنها. اول شيء نلف السهم يسار. ها شنو خنزير يا عمي؟ روح ما بيك شيء فيك انا. خلونا نوقف في مكان حلو، بعطيكم التحديات اليوميه. هذا مكان قوي صح؟ حلو، بعطيكم. وقف وقف لا تزلق يبا. بعطيكم التحديات اليوميه ممكن تصادفكم اي يوم، تكونون عارفين هذا شنو. تلف السهم يسار، تنزل تحت، تروح لجنرال. اول شيء مكتوب هيربس سول، هذه يبيك تبيع نبتات على الدكتور. وين تحصل الدكتور؟ تحصلونه موجود في الساندوني هني، موجود هذا مكانه. تروح تبيع عليه بس 5 نبتات وراح يحسب لك التحدي. ومكانه الثاني راح يكون طبعا في البلنتاين، معروف مكانه هذا هو. تبيع له بس 5 نبتات من هذه. تلف السهم يسار 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 يسار. نبتات شوف عاد شنو يقبل، ممكن يقبل هذه او هذه، تعطيه 5 وراح يحسب لك تحدي. والتحدي الثاني راح يكون يبي منك 5 ماشروم. احفظوا الاسم، الماشروم راح تحصله في الفالنتاين. هذا مكانه،
انا محدد عليه، احفظوا مكانه. هذا واحد، هني تحصل ثلاث حبات وهني تحصلون ثلاث حبات. هذا مكان المشروم. حاولوا تحطون علامات على الاشياء المهمه عندكم. والتحدي الثالث معانا اليوم، طبعا بعطيكم التحديات السهله، مكتوب فيزيت شوب ان ساندوني. تروح للشوب، مجرد ما تدخل للستور او الجنرال في ساندوني، طبعا هذا مكانه، هذا هو. مجرد ما تدخل خلاص تفتح الباب على طول، راح يحسب لك التحدي اليومي. وخلنا نشوف شنو فيه بعد تحدي، ممكن في شيء يعرفه يكون سهل. هذا بيك تسوي مهمة السادي آدلر ترين. هذا بيمنك هم تسوي مهمة ميشن كومبليت. تقريبا هذول أسهل ثلاثة أعطيتكم اليوم. وعندكم طبعا الباونتي والتاجر. الحين خلونا نروح وين؟ نروح للمونشاين، أشوف شنو ناقصها بالضبط، عشان إذا ناقصة نبتة ولا شيء أروح أجيبها وخلي الطباخ يشتغل عشان نطلع فلوس. الحين وصلنا عند الطباخ. والله ما أدري إذا عندي بضاعة جاهزة إني مشروبات أوصلها ولا لا، والله ناسي. Ready to go. عندي عندي بضاعة صدقون، بس خلنا نشوف من يشتريها. حلو، هذا راح يشتريها ب 206 دولار. ليش ما نروح نوصلها؟ ليش لا؟ فلوس 206، ليش نرفضهم؟ يلا جيب واحد. Ready to go. اللي جديد على المقاطع ومو عارف شنو المونشاي، لازم توصل العربة هذه ويعطيك 200 دولار، ترى مبلغ حلو. بس دير بالك تتكسر العربة، شوف العجلة اللي فوق الزرقاء، امشي على الخط الأصفر، حاول انك ما تلف يمين ولا يسار عشان ما تتفجر. لا مو تتفجر، تتكسر شوي شوي، بعدين تنقص العجلة، بعدين تنقص المكافأة، فانتبه. عندكم التفتيش هذا، عندك خيارين، اما انك توقف عليهم وانا ما انصح، او انك تروح وتتفاهم معاهم. بضربهم بمال الطيور، مال الطيور ممتع صراحة. خلينا هذا اشرب دداي، اشرب دداي، اشرب دداي. يا جماعة سلاح ممتع والله. طبعا سلاح ضي حاط المخدر. انا قاعد اقول ليش ما يموتون، قاعد اقول ليش ما يموتون. الله عليك، رهيب السلاح يا جماعة، مصيبة والله. شكرا يا ام، يا ام اللي قلت لي يلعب بالسلاح هذا، شكرا. قاعد اضربهم بالمخدر، عاملتهم معاملة الحيوانات. فتسحب عليه وتقول خلاص كمل طريقي، وتوديها عند الفنس وخلاص انتهى الموضوع. او انك تجي توقف عليهم وتخليهم يفتشونك، واحيان ما يرضون فممكن يضربونك عادي يعني. ردوا عليك. شوف لا يضربون العربة اهم شيء. رهيب رهيب يا جماعة، والله متعة متعة الفارمنت هذا. بس ها شرط هد، اللي شاف مقطع الباونتي اللي امس عارف ان السلاح هذا لازم هيد وديد اي بعد. بس وصلني ويعطيك 200 يعني، لف يمين وخلاص. مثل ما قلت اذا خربت العربه راح يعطيك فلوس اقل، ممكن يخصم عليك 50 دولار 30 دولار على حسب، بس الحين ما راح يخصم علي اكيد يعني. 770 اكس بي والله نايس، 206 دولار حلو. الحين خلنا نرجع له ونشوف شنو يبي بالضبط. ممكن يبي نبتة نجيب له شيء.
شوف يبي مني مهمة مونشان ثانية علشان يجيني تحدي يومي. الحين رجعنا لثاني مرة الطباخ الفرنسي ومخمر المشروبات. Je suis content de vous revoir. واخ خشو شنو يبي بالضبط؟ نسوي طبعا اعلى وحدة نسوي هذه ياخذ منك $50 بعدين تضيف النكهة. مثلا شنو يبي؟ شوفوا شنو يبي. يبي مني ال ال هذا اسمها كانيد ويبي مني الراس اللي اسمها راس بيري لازم نجيبها الحين. ويبي مني تفاح فراس بيري ما عندي اللي اسمها راس بيري صح فلازم نروح نجيب الحين الراس بيري ونرجع له. بجيك شويات وجايك. اوكي اوكي انطرني. تحصلون واحدة هني هذه هي هذا مكانها بالخريطة طبعا معروف في الإيميرلاند. هنشوف اسمها نتأكد بعد راس بيري ناخذها طبعا يعطيني اياها الخيل. في واحدة ثانية جنبها بعد اللي جنبها وين هذه هي شايفينها بس ما نحتاج احتاج لي هذولي كافي بس وارجع له. شوفوا ناخذها ونرجع الحين للطباخ اعطيه وخليه يشتغل ونرجع ان شاء الله بعدين ونودي الطلبية. الحين رجعت للطباخ وراح نعطيه النكهات علشان يزيد السعر طبعا. اذا ما زدت بغي اسال اذا ما زدت النكهات راح يشتري منك بسعر قليل. شوفوا الحين صارت عندي ثلاثة من الراس بيري يعني الحين كملت النكهة فنقول له اخذ النكهة بس يخلص راح يعطيني 226. الطلبية اللي طافت كانت 206 هذه 247. الحين نطلع ونشوف شنو عندنا. انا والله ما ودي اخلي المقطع لا قصير ولا اخليه طويل. خلنا نطلع خشوف ال شو الصالة فيها شيء ناقصها شيء. الشباب ناقصهم شيء هني. شغلهم موسيقى قبل ما امشي. ها شباب فيكم نايمين اليوم عسى ما شر. سهرانين اليوم. يلا صح صح انت يا يلا. جايين ناس دافعين فلوس. يلا يلا سرعة سرعة سرعة. يلا خلنا نطلع نحن مني وخليهم يشتغلون. يلا يلا اعطونا شنو يشغلون؟ مايكل جاكسون؟ تقدر تعزم ربعك في المونشاين. اوه عندي تحدي اليوم المونشاين. شوف شلون طلع في تحدي والله ما ادري. شوفوا اللي في سامي صار. نروح جنرال نروح للمونشاين تحدي. وفي تحدي اللي هو اوصل بضاعه ثانيه اللي يقول اشرب ال درينك اوين من هذا طبعا مثل ما شفتوا ويحسب لك تحدي يومي. حلو ليش لا. يلا سلام شباب نشوفكم في يوم ثاني. يلا باي. دعواكم على الصالة لا تخربونها. تبي تكسرونها والله يا جماعة. جاية شخصية البنت ان شاء الله راح تكون بداية اسطورية. بداية البنت راح تكون بداية اسطورية. يا شباب بسوي استطلاع رأي او استفتاء او شنو ما كان اسمه. بعطيكم اربع اسامي لشخصيات. شنو اسمي شخصية البنت؟ عندي اسماء صار. عندي كيلوباترا ممكن اسميها كيلوباترا. ممكن اسميها روز. ممكن اسميها شاكيرا. الاسم الرابع لحد الحين ما اخترته. راح اسوي استطلاع في المنتدى منتدى اليوتيوب طبعا. وشاركوني بالاختيار عشان نسمي الشخصية الجديدة. وللعلم انا عندي حساب جديد بس باقي اني ابلش ان شاء الله قريبا جدا. بس شاركوا بالاستطلاع اللي راح اسويه ان شاء الله
وقت نزول الفيديو هذا يعني بكرة، بكرة اللي هو يعني اليوم. أنا عندي بكرة لأني قاعد أشتغل الحين، فراح ينزل بكرة وأنتم عندكم اليوم. أتمنى وصلت المعلومة. حلو، شنو عندنا بعد اليوم؟ عندي بعد شنو 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 نسوي؟ خلنا نشوف أسلحتي. والله يا شباب في واحد طلب مني طلب لازم نلبيه بعد. طلب مني إني أشتري سلاح، فخل نروح المحل الأسلحة ونشتريه. الحين جيت لمنطقة الرودس عشان نغير شوي من الروتين، نروح لمحل الأسلحة. قال لي اشتر سلاح اسمه النوفي، اتوقع اسمه نوفي. شلون اختار مثلث؟ اسمه نوفي. نروح لهذه الأسلحة. نافي، خلونا نشوف الكومنت. الكومنت موجود يا شباب عشان ما اغلط واروح اشتري واحد ثاني. واتمنى اي اقتراح عندكم، فكره لمقطع معين، اكتبوا لي اياها بالكومنت وان شاء الله اني اسويها في اسرع وقت. اسمه نافي ريفولفر. اللي كاتب لي هو خالد جوست. يلا نافي ريفولفر اللي هو هذا، عليه خصم فلازم اشتري منه اثنين. طبعا ما اقدر اخليه جولد مثل ما انتم شايفين، الذهب عندي يعني الحاله صعبه يا شباب، معلش. لا ما يحتاج. نركب له بارل، نركب له اي شيء يعطيني يزيد من دمج السلاح بركبه. ركب ستايل، ما احتاج ستايل طبعا، تعرفون الذهب ما عندي مسكين. جيب واحد ثاني بعد. هذا الثاني يا خالد جوست، لا مو هذا. واتمنى تشاركوني باي فكره، اي فكره عندكم اكتبوا لي اياها بالكومنت وان شاء الله راح اسويها. وراح نبدا قريبا في شخصيه البنت، راح تكون بداية أسطورية يا شباب، أوعدكم في بداية حلو. ما أحتاج ستايل لأن ما عندي ذهب ولا راح أسويه في الجولد. طبعا اليوم سويت طلبين من المتابعين في اليوتيوب، كتبوا لي. واحد من المتابعين كتب لي بدل ملابسك، يعني ليش ما تبدل ملابسك؟ أو قال يا شباب اذا تبونه يبدل ملابس اعطوني لايك، فبدلت الملابس. وخالد قال لي جرب سلاح اللي اسمه النافي، النافي الثاني. حلو، هذول هم الحين اثنين، خلينا نجربهم على واحد قبل. من سعد الحظ اللي حاب يجرب، انت حاب تجرب تعال اطف عليك، بس وقت ما تكفي حق ثاني. واضح عليه قوي، خطير. تعال انت الثاني، خطير والله يا شباب. طبعا خلنا نروح، لا ينزل عندي الشرف، ماني راعي مشاكل، انتم عارفين هذا الشيء. وهني اكون شباب وصلت لنهايه المقطع، شكرا لكم على المشاهده، ونشوفكم ان شاء الله في مقاطع قادمه. ولا تنسون المشاركه في استطلاع الاسم لحسابي الجديد لشخصية البنت. والسلام عليكم.